مرحبا بكم في سبور إكسبرس. نبدأ مع الترجي الرياضي التونسي، وقائد الفريق محمد أمين بن حميدة جدد عقده مع الترجي لمدة زوز مواسم. بن حميدة اللي عقده فيه في 30 جوان الفارط كان عنده اتصالات وعروض من عدة فرق من خارج تونس، وكذلك اتصالات مع فرق تونسية، لكن اليوم بعد جلسة مع رئيس النادي وفات بتجديد عقد بن حميدة لمدة زوز مواسم. دونك محمد أمين بن حميدة قائد الترجي يواصل مع الفريق حتى 30 جوان 2026. هذا عقد جديد كما قلت، بن حميدة يجدد مع الترجي لمدة زوز مواسم. في النادي الافريقي، إدارة الفريق دخلت في اتصالات مع المدافع الأيسر كريم البناني، واقترحت اسمه على المدرب دافيد بيتوني اللي باش ياخذ هو القرار في انتدابه من عدمه. كريم البناني تونسي هولندي، عمره 25 عام، تكون في البي اس في هولندا. الموسم اللي تعدى لعب 29 مقابلة مع فريق أسن في الدرجة الثالثة الهولندية. مهاجم النجم الرياضي الساحلي ياسين شماخي فسخ عقده مع الفريق من طرف واحد بعد ما تقدم بشكاية للحصول على مستحقاته المادية. شماخي صح مع النجم في 2023 ولعب مع الفريق 43 مقابلة، سجل فيهم 5 أهداف. في النادي البنزرتي تم تعاقده مع زوز لاعبين، مهاجم الأولمبي البيجي أحمد العامري بعقد لمدة عامين، وعودة متوسط الميدان الهجومي خليل بلبوز بعد تجربة في السعودية. صحح بلبوز صح مع سيابي عقد لمدة عامين. ترجي جرجيس أعلن تعاقده اليوم مع مدافع النادي الصفاقسي وسام البحري بعقد لمدة زوز مواسم. وسام البحري عمره 24 عام، مدافع محوري متكون في السيساس، وعقده مع السيساس وفاة في 30 جوان الفت. في شبيبة العمران تم إعادة انتخاب طارق حمزة رئاسة الفريق المدة النيابية جديدة من 2024 حتى 2029. قائمة طارق حمزة كانت الوحيدة في الجلسة العامة الانتخابية. فريق الرجاء البيضاوي المغربي جاء اليوم لتونس وين باش يعمل تربص في تبرقة، يتواصل حتى لنهار 2 أوت ويلعب نهار 3 أوت مقابلة ودية ضد الترجي الرياضي التونسي. نذكر أن الرجاء البيضاوي تعاقد البارح مع مدافع السابق للترجي الرياضي التونسي هاني عمامو اللي عقده مع ترجي وفاة في 30 جوان اللي فات. محمد علي برمضان يلعب اليوم مع فريقه فرانك فاروش المجري مباراة ذهاب دورة تمهيدية ثاني من رابطة الأبطال الأوروبية ضد نادي ذا نيو سانس من ويلز، مقابلة تتلعب مع 7 متاع العشية. أعلن نادي بوردو الفرنسي اليوم إفلاسه بعد فشل المفاوضات مع الشركة المالكة لنادي ليفربول واللي كانت باش تشري بوردو، وبالتالي الفريق باش ينزل للدرجة الثالثة الفرنسية بعد ما نجح في تفادي نفس العقوبة عام ناول. المرة هذية بوردو ينزل رسميا للدرجة الثالثة الفرنسية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات.